مرحبا بكم احبابنا، نطلب من الله القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. لاول مره تشاهد معنا هذه القناه هذه من خاطرنا بواحد اشتراك وبواحد لايك فضلا الله امر بطبيعه الحال. ومن هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا فيه بعض البونصات، وربما للعديد ديال الاخوان مازال ما شافهمش او ما خبرهمش يعني هذه البونصات. وغندوزو نشوفوا هذه البونصات كما قلت لكم، وغنبداو من هذا البونص الاول اللي هو ديال تشينتو ايرو اللي غادي تزاد البوستا باكا من غير ديال ديك دو تشينتو ايرو. ننصر دو تشينتو ايرو البوستا باكا انكي ونلاطرو بونص دا تشينتو ايرو. طبعا الحال هاد تشينتو ايرو غادي تزاد يعني ماشي لكلشي، بطبيعة الحال ماشي لكلشي ديال اللابوراتوري، الناس اللي دايرين يعني الكونتراتو من 2019 2021 ربما حتى اللي غايديروا الكونتراتو جديد دابا هما يقدروا يستافدوا من هاد تشينتو ايرو اللي عزات في البوست باغا. كما قلت لكم غير هي انه خاصه بالناس، هنايا خاصه بالناس اللي هادشي ديال الايديليتي سيرتو اللي تيديروا واحد الاعمال خاصه ديال الايديليتي، ماشي اي عمل كذلك ديال الايديليتي ديال البناء كما كان. هادو اللي خاصه تيديروا دوك البانيلوات ديال الماتوني، تيديروا سيراميك، تيديروا شي حوايج يعني اللي داخلين في الخدمه ديال الناس ديال الايديليتي اللي هما تيوجدوا ربما الاعمال مثلا لهاد الناس ديال الايديليتي باش يخدموا مثلا لي اجور وما الى ذلك. المهم كما قلت لكم واحد لومينتو في السالير ديال الناس هادو من سيري كل شهر 2200 ايرو، لكن هنا تنشوف انه هاد لومينتو هادو الزياده هادي يعني المهم اللي شفت انا هنايا هو ان البريمو مينتو كاين هو ديال 40 اورو اللي غادي تزاد ابتداء من لوليو ديال هاد السنه هادي ديال 2022، وغادي تزاد واحد عاوتاني واحد 25 اورو ابتداء من اكتوبر ديال 2023، وغادي تزاد كذلك واحد 35 اورو ابتداء من فبراير ديال 2025. المهم هادشي اللي شفت واحد الميتو توتالي اللي غيكون تقريبا 700 اورو ان بيو ريسبيتو الكونتراتو فيرماتو ديال 2019، يعني ديال الناس اللي كانوا ديجا الكونتراتو بداوهم من 2019 وحتى اللي بداو يعني الكونتراتو جديد يعني لا داروا الكونتراتو حتى هما غادي يستافدوا من هاد الزياده هادي ديال تشينتو ايرو اللي عزات كما قلت لكم في البوستا باغام غير دو تشينتو ايرو ابتداء من الشهر المقبل ان شاء الله. غادي ندوزو كذلك نشوفوا واحد البونص ديال الانترنت وكنا تكلمنا عليه شحال هادي، وهاد البونص هذا راه كاين مازال باقي كاين يعني ممكن انه يستافد منه الانسان. بيرتوتي بوشردا 300 ا 2500 يورو من 300 حتى 2500 اورو من نوفيتا. بالنسبه ل 2500 اورو بالنسبه للشركات هما اللي تخصص لهم هذا المبلغ هذا يقدر يوصل حتى 2500 اورو ولا حسب يعني الانترنت اللي خداه والسرعه ديال الانترنت الصبيب ديال الانترنت اللي بما كان يعني سريع بزاف قد ما طبعا الحال غيكون الدعم ديال الدوله اكثر لهاد الشركات هادو. بالنسبه للعائلات راه يعني من 300 حتى 500 اورو يقدروا يستافدوا، واخا كاتبين ابارتير 300 اورو 300 اورو يقدروا يوصلوا حتى 500 اورو بالنسبه لعائلات يعني انترنت بير لي فاميلي بير لي فاميلي نيل 2022 هاد السنه هادي. المهم انسان يقدر يمشي اي راه ماشي ضروري دير طلب ولا شي حاجه، غادي تمشي للتيم ولا تمشي للفودافون ولا تمشي المهم ولا الويند تريل ولا اي نيغوسي ديال الانترنت تقدروا تمشيو عنده وتهضروا معاهم تقول لهم بغينا ندخلوا يعني الانترنت وراه ممكن انكم تدخلوا الانترنت ما كاين حتى شي مشكل. بطبيعة الحال يعني على حسب يعني المنطقة اللي كاين فيها، كاين بعض المناطق يعني ربما ما كاينش فيها. انا كنت سولت فاش الاخر جات البونص انترنيت كنت سولت في جينوفا قالوا لي ما كاينش، ولكن ممكن دابا يقدر يكون يعني انسان يسول ما غادي يخسر حتى شي حاجة، غادي تمشي اللي ما عندكش الانترنيت غادي تمشي ما تعطيهم حتى شي ريال، غيقادوا المسائل يديروا الانستالاسيون ديال المودام المسائل كلشي داكشي غادي فابور ما تخلص حتى شي حاجة. المهم المدة ربما ديال السنة يعني الانسان خصو تبقى معاهم على الاقل المدة ديال السنة. بطبيعة الحال عندك الحرية كذلك الى ما عجبكش داك الشيء مثلا راه ممكن انك تبدل يعني تشوف شي مثلا شي وحدين اخرين مثلا كنتي درتي ويند ما عجبوك مثلا راه ممكن انك دير تيم مثلا ما عجبكش تيم تقدر دير فودافون يعني راه ما كاينش مشكل وما غاديش يعني يبزلو عليك انك يعني تبقى معاهم. هذه من المسائل اللي كاينه واللي هي مزيانه.
يعني كده البوشر هذا ديال 300 يورو اللي غادي يوصل حتى 2500 اورو بالنسبه للشركات اللي عندهم المبلغ هذا اللي غادي يقدر يوصل حتى 2500 اورو. المهم الانسان كما قلت لكم ما نقولش لكم بالضبط يعني المناطق اللي فيها دابا حاليا هذا البونص هذا ديال الانترنت. الانسان ما يخسر والو كما قلت لكم، يمشي لعند تيم، يمشي لاي واحد على عجبك نتايا، سير لعندو فودافون اللي بغيتي نتايا، ولا تري ويند، ولا مهم، ولا فاست فود، المهم تلقى عندهم وتهضر معاهم. طبعا هذا الحل الا كان يعني عندهم انهم يبداو في هذا البونص هذا، راه غادي يعني غادي تستافد منه، راه ما كاين حتى شي مشكل. كذلك غادي ندوزو نشوفو البونص ديال سبيزا اللي غادي يقدر يوصل حتى 800 اورو يعني في الشهر المقبل 2022. ما تعجبوش لكم اخوتي شي حاجه قديمه كما تشوفوا معايا، بونوس بيزا اوتو تشينتو اورو اد جونيو 2022 سوبيتو اتوتي دوماندي. اوكي، يعني الانسان كما قلت لكم غيشوف في الكوموني اللي هو اللي فيها هو بطبيعه الحال، ويمشي عندهم باش يطلب هذا البونوس سبيزا اوتو تشينتو اورو. طبعا الحال ماشي كلشي غياخذ هذا المبلغ كذلك ديال اوتو تشيتو ايرو، كاين اللي غادي توصل لبعض العائلات، اللي غادي العائلات اللي فيها بزاف ديال الافراد غاتوصل عندهم 800 اورو، ولا حسب عاوتاني المنطقه اللي هما فيها. وكاين مناطق اخرى كذلك اللي غادي تقدر توصل حتى 500 اورو، واخا يكون كاع مثلا خمسه ديال الافراد كاع ديال العائله، يعني يقدروا يوصلوا ل 500 اورو. كذلك الايزي، يعني كاين بعض المناطق اللي الايزي ما تيشوفوش، يعني ما عطيوش اهميه، يقدر يكون حتى 15000، يعني يقدر يكونوا كاع حتى الناس يعني تستافدوا من الريدي ديال الشتادينا. في بعض المناطق اخرى يعني اللي عنده ريدي ديال الشتادينا قدروا ما يستافدش، ماشي في ايطاليا كلها، في بعض المناطق ديال هادشي باش نكون الامور واضحه. كاين بعض المناطق اللي تقول لك لا عندك ريدي ديال الشتادينا راه ما تستافدش من هذا البونص هذا ديال سبيزا. كاين مناطق اخرى واخا عندك البونص سبيزا، يعني على حسب الكوموني اللي انت تنتمي بها. الا عندك الريدي تشطابي راه تقدر تستافد من هذا البونص هذا. وكاين بعض الكومونيات اخرين ما تعطيوش الناس، يعني اللي تستافد من الريدي تشطابي ما تعطيهمش هذه المساله هذه. المهم على حسب الباندو، على حسب الباندو واش كاين عاوتاني في هذيك الكوموني اللي انت تنتمي لها، لان بعض الكومونيات فيها، بعض الكومونيات ما كاينينش فيها، يعني ما عليكم الا تمشيو تسولوا في الكوموني اللي تنتميو ليها انتمايا وتقولوا لهم بغينا هذا البونص هذا ديال سبيزا. صافي هما راه غيقولوا لكم واش كاين او ما كاينش، كوموني راه هما اللي غادي يوضحوا لكم هاد المسائل هذه باش تكون الامور يعني واضحه عندكم. لذلك ما يبقاش تسولني شي واحد خويا انايا في تورينو ولا انايا في ميلانو ولا انا، ما عليك الا تتصل بالكوموني او تدخل الموقع ديال الكوموني، السيت ديال الكوموني غادخل ليه وغادي تدخل دير سبيزا بونوس سبيزا مثلا، راه غادي يطلع لك في الموقع، ولكن الموقع ديال الكوموني اللي انت تنتمي ليها، وغادي تشوف واش كاين يعني الباندو كاين ديال هذا البونص هذا ديال سبيزا او ما كاينش. المهم نكتفيو فقط بهذا القدر هذا ديال هذا البونصات وهذه المعلومات هذه، ونتلاقى معكم في فيديو اخر او في شي لايف اخر ان شاء الله. ولاول مره كما قلت لكم تشاهد القناه هذه، ما يبقاش عندنا بالدعم ويشترك معنا في القناه، وان شاء الله مازال يكون الجديد دائما غيكون الجديد ان شاء الله، ويدير لنا واحد اللايك وشي تعليق زوين، ونتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.